هدفنا اننا نوصل صوت الشعب. كنا عرضنا لحضراتكم في الأسابيع الماضية بعدة مواضيع وتطورات الأقباط الذين اختفوا في ليبيا. كان عدد المختفين 13، ارتفع إلى 20 بعدما انضم إليهم 7 جدد، ده غير الأربعة أقباط الشباب اللي كانوا اختفوا في يوم 25 أغسطس عام 2014. لكن في الساعات الثلاث الماضية طلع تنظيم داعش من ليبيا وبيعلن مسؤوليته عن اختطاف مسيحيين مصريين في ليبيا، وقام بنشر صورهم على مواقعه. تنظيم داعش الإرهابي أعلن منذ قليل مسؤوليته عن اختطاف أكثر من 21 مواطناً مسيحيا، بينهم عدد كبير من المسيحيين المصريين الذين كانوا يعملون في مدينة طرابلس بليبيا. نشر التنظيم صورا للمجموعة المخطوفة، قال أنه تم إلقاء القبض عليهم في ولاية طرابلس، مشددا على أنهم الآن أسرى للتنظيم، ده بحسب وصف تنظيم داعش. قال أيضا أن هذه الصور أخذت للأقباط المختفين في ليبيا بالتحديد من مدينة سرت منذ 10 أيام. الأقباط اللي اختفوا في ليبيا بناء على كلام داعش الآن، داعش ليبيا اللي بيعلن مسؤوليته عن هذه العمليات، سواء الخطف والاختفاء، وقام بنشر صورهم. ياريت نضع صورهم على الشاشة مرة أخرى عشان الأهالي يمكن يتعرفوا على أبنائهم وعلى الأقباط المخطوفين هناك. يعني يمكن في هذه الصورة عندنا 9 من الأقباط اللي الآن مع داعش في ليبيا، في صورتين تانيين فيهم وجوه لأقباط آخرين. يعني يمكن ده زي ما حضراتكم شايفين كاتبين الأسرى الصليبيون لدى الدولة الإسلامية. يمكن هذه الصور تساعد الأهالي إن هي تتعرف على ذويهم من الأقباط المختفين في ليبيا الآن. حسب تنظيم داعش بيدعي أنهم في حوزته. الصور دي يعني حنعيد عرضها مرة أخرى بعد ما ناخد هذا الفيديو لأحد الأقباط اللي كانوا موجودين في ليبيا ثم عادوا، يشرح لحضراتكم ولباقي الشعب المصري والسادة المسؤولين كيف هو وضع الأقباط بل المصريين كلهم في أثناء وجودهم في ليبيا. أترك حضراتكم مع هذا الفيديو. اسمي عاطف بشرى نصيف، سافرت 3 مرات لليبيا من بعد الأحداث. كنت مقيم في مدينة سرت وبشتغل نجاش. هي سرت ما فيهاش اشتباكات، هي سرت يعني فيها وكر لجميع الفصائل الإرهابية. أول شيء كان مع السبعة يعني ركبتهم أنا وتمام، والسواقين خدت اجرتهم وما فيش اشكاليه. يعني السواقين دول منين؟ السواقين دول من سرت. هم 2 سواقين؟ هم 2، هو اللي عرفنا بينهم واحد اسمه مفتاح رضا، ده ساتشين جنسيته مصري واخد جنسيه ليبيه، هو اللي جاب السواقين دول. وواحد اسمه فرج عبدالي وخيري ورفلي. والسبعه دول لهم حد قريبك منهم؟ ده منهم أخويا وابن خالي وكلهم قريبنا. يعني طلعوا الساعة 1 إلا 5 الظهر، جاء الساعة 1:43 في واحد اسمه جابر من الناس المختطفة اتصل بعمه يسكن في سرت،
قال له يا عمي انا مسكتني انصار الشارع السرت. بعد كده التليفونات كلها اتقفلت. فطبعا رحنا المفتاح قال انا على طول بس التليفون بتاعتي مقفله. وبعد كده قال واحد كلمني من السواقين قال ان دول طلعت عليهم مجموعات مسلحه في بين زله ومراده على طريق الجفره. بعد كده احنا الناس حبيبنا هناك حولت لما لقيت ان السواقين في شيء من الكذب من الساعه، لان بين زله ومراده دي في حوالي 450 كيلو. كيف يجي التليفون دوه في الساعه 2 الا ربع؟ يعني لو تحدد المسافه بين. طب تشك في السواقين يكونوا عملوا خطفوهم مثلا؟ انا بشك في السواقين طبعا. تحت ضغط انصار الشريعه للسواقين اعترفوا ان هم بعد بوابه الخمسين. بوابه الخمسين دي اللي هي يعني بين سيرت وبوابه الخمسين 50 كيلو. فقالوا ان هم طلعوا علينا سيارات مسلحه وشدوهم مننا ونزلوا الدبش بتاعهم وخدوهم. وهدد السواقين ان تقولوا ان على طريق زله ومراد عشان يبعدوا الشبهه عن المكان ده. هي لحد الان ما فيش اي اتصال بينه وبين الناس المختطفينهم على موضوع فلوس او موضوع مطلب سياسي من الدوله شخصيا. ده الاحداث دي حصلت بالاخص للمسيحيه بعد مقتل الطبيب وزوجته. طب والواقعة بتاعت ال 13 مصري مسيحي دي حصلت يوم الجمعة الساعة 2 الساعة 3 الا ربع. انتوا في الفترة دي كنتوا عايشين ازاي ما بين اختطاف السبعة ما بين اختطاف ال 13؟ انا الناس اللي هي رجل العمل عادي؟ لا طبعا. مين كان عنده قعدتوا في السكن؟ قعدنا في السكن بس ناس قالت لنا يعني بيحبونا هناك ليبيين قالوا غيروا السكنات. انا بدات اتنقل من سكن لسكن. دول جم الساعه 3 الا ربع في الفجر بارشاد من ناس مصريين معاهم قائمه بالاسماء مع المجموعات المسلحه، ودخلوا على المتجهين على الغرف نفسها. يعني ما فتشوش تفتيش كامل للغرف كلها بتاعه الحوش، لا متجهين فعلا وعارفين الاماكن اللي هم رايحينها. لجأت لاخواتي المسلمين، كان سكن كله مسلمين، دول من عرب البصير تبع الصليبة سمالوط هنا، هم اللي احتضنوني يعني وخاف عليا وجم لما بعد اختطاف 13 صمموا ان ينزلوني. فواحد منهم اسمه صادق شاف سيارة بتاعت واحد ليبي فرجاني، هو اللي قرر نزولي في الوقت نفسه. جابني وخد 1000 دينار مني واتوعد ان لو لقى اي بوابات وهميه ان هو ان يلف بيا ويرجع. يعني ايه بوابات وهميه؟ بوابات وهميه يعني مجموعات مسلحه مدججه بالسلاح التقيل يعني، واقفين وعاملين اشارات مرور، حاجه يعني نور كده في السكه بيدل ان دي بوابه. طبعا الناس بتدخل بيفكروها انها تبع جهه امنيه، فبيدخلوا على البوابه بيتصادوا طبعا المسيحيين هناك يعني في البوابات دي. انت بتقول بيصطادوا المسيحيين والمسلم بيسيبوه؟ المسلم فعلا بيسيبوه. والمسلمين عايشين في ليبيا لحد لان بقى. دليل على كده لو بيختطفوا اي حد وبس ما كانوش رجعوا المصريين، ما كانوش رجعوا الاثنين السواقين الليبيين. الدكتور ومراته وبنته ما حدش اتدخل من الجهه اللي هم جهات السفاره او جهات دبلوماسيه تبع المصريين؟ لا حضرتك لا. ولا انتوا برضو في حاله الخطف السبعه او ال 13 هناك ما سمعتوش اي حاجه من الناس؟ ما سمعناش ولا جالنا اي حد يتجه يعني متجه لجهه امنيه مصري. يعني انتوا بتواجهوا مصيركم بنفسكم هناك؟ طبعا حضرتك. يعني انا لما اذا قالوا ان يعني الدكتور ده احنا نفسنا شخصيا ما قدرناش نروح هناك. انا عندي قلب ان انا ممكن كنت اغسل الدكتور بس ما لو انا رحت هناك هتصاد على طول عشان خاطر ده مسيحي زيي وهيقتلوني. بناشد الحكومه المصريه وناشد اولا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل سريع في الموضوع ده، لان تباطؤ الحاجات دي بيزيد كوارث اكتر واكتر. فارجوك سياده الرئيس ان التحرك سريعا
للسيرت ولا اخواتكم الاقباط داخل ليبيا، لان الوضع مش حلو خالص، جحيم هناك والله، جحيم هناك في سيرت. بيتبدلوا سكن كل بالاقباط بيتبدلوا من سكن لسكن، ويبقى رعب، ما بيناموش الليل خوفا من حد يجي عليهم في الليل يفتح عليهم يكسر عليهم الباب وياخذوه. انا مصيري وضحته بين ايد ربنا والحكومه المصريه. انت لما تروح للاسره دلوقتي في سمرقند ويسالوك عن اخوك وقرايبك، انا 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 مش عارف ان انا مش عارف ان انا انزل ازاي حضرتك. انا ام منهاره وجميع الاهالي المخطوفين منهارين ونفسيتهم تحت السقف. معنا على التليفون أوتس أبونا استفانوس شحاتة. سلام النعمة يا أبونا. سلام النعمة الثاني، أهلا بك. نقبل الأيادي، ربنا يخليك يا رب. يعني أنا أعرف أن في العديد من الأقباط المخطوفين الآن في ليبيا، ويعني ده كان أحد الأقباط اللي كانوا موجودين من قبل في ليبيا. نحب نطمن على أهليهم الآن عاملين إيه دلوقتي؟ صدقني الناس كلها في رعب وحزن، سواء المخطوفين او سواء غير المخطوفين، كل واحد له حد في ليبيا عايش انه منتظر يعني لحظه اي اخبار ان ابنه هيجي ولا مش هيجي. يعني الناس عايشه في رعب وحزن وفي الم وفي اسى، ومحتاجين كل الناس تصلي عن كل اولادنا اللي في ليبيا. الصور اللي طلعت النهارده من تنظيم داعش ليبيا اللي بيدعي إن الأقباط المخطوفين محجوزين عنده، هل قدسك بتقدر تتعرف على أي حد فيهم من هذه الصور؟ الصور اللي هي علنتها داعش النهاردة كلهم هم فعلا الحقيقيين اللي هم موجودين مخطوفين. هم دول؟ هم دول طبعا. بس احنا أساساني احنا في حيرة جدا طبعا. كان بدر بيه عبد العاطي عطى تصريحات ان مش يعني هم في خيوط موجوده وفي اتصالات بالقبائل الليبيه. ايوه، وكان طمنا بعض الاطمئنان انه ممكن يكون، وبرده كان في حد من اسمه المستشار ربيح من ليبيا كان قال ان هم عند قبائل مش عند داعش. طبعا النهارده الكلام اختلف بعد ما داعش اعلنت وجودهم معاهم. هل في اختلاط في الامر؟ هل الامر الصحيح؟ يعني احنا طبعا النهارده كلنا بنطالب برضو التحرك السريع للدوله. أيوة. والاجهزه والمسؤولين والسفير المصري والرئيس وكل الناس لازم يتحركوا بسرعه، وخصوصا بعد ما داعش اعلنت اسمائهم واعلنت صورهم. وده بنقول ان يا رب يا رب يكون هم يعني لسه احياء لحد الوقت. يعني هم اذا كان داعش كشف وبالصور وقدسك قلت انه هم دولت الاقباط المختفين والمختطفين في ليبيا، يبقى ده بيكشف ان الخارجيه المصريه بكل الكلام والبيانات اللي طلعت منها قبل كده غير حقيقيه. هو ما اعرفش كان يعني هل كانت تصريحات عشان اطمئنان الناس او يطمنوا الناس، ولا هل في يعني هم اصلا مش عارفين يوصلوا لهم، وخصوصا ان 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 في منطقه سرت دي مش تحت السيطره الليبيه. لكن لحد الوقت عندنا رجاء وامل برضو التحرك السريع للدوله، وعندنا برضو رجاء في القبائل الليبيه لان دول اخواتنا. يعني ليبيا دي اخواتنا الشقيقه. أيوة. برضو لو هم موجودين يعني يعملوا ويحموا الشباب دي، يعني كل شاب مصري كل واحد ماشي علشان لقمه عيشه، علشان يجيب يعني ياكل عيش هو واهله. أيوة. الناس دي غلابه، اللي هم موجودين دول حاليا غلابه، فاحنا بنناشد اللي بيسمعنا واللي هيسمعنا، وبنناشد الوزاره وبنناشد كل المسؤولين التحرك بسرعه بسرعه علشان انقاذ الشباب دي. يعني هو امر يعني اذا كان هناك فوضى
أمنية في ليبيا بتعيق العمل السياسي، لكن زي ما قلت من قبل إنه هذه الفوضى الأمنية بتتيح للدولة المصرية إنها تقوم بعمل عسكري. طبعا المفروض الدولة يعني لازم تتحرك، ده أنت عندك آلاف غير العشرين اللي هم موجودين، في آلاف من المصريين. أي. فلازم الدولة تاخد خطوة سريعة جدا، وخصوصا بعد النهاردة، بعد ما داعش أعلن صورهم وعلى على على كل الصور في النت، لازم الدولة يكون فيها تحرك بسرعة. أيوه، يعني دلوقتي أعتقد إنه الدولة أمامها اختيارين ما لهمش تالت، يا إما عمل عسكري يا إما التفاوض، ويشوفوا داعش هنا باحتجازه للأقباط طلباته إيه. متشكر جدا لقدس أبونا استفانوس شحاتة، وحنتواصل مع قدسك في الأيام القادمة مرة أخرى. معنا أيضا أبونا فيليمون عطا، راعي كنيسة ماري جرجس من الواسطة ببني سويف. سلام النعمة يا أبونا. هل أبونا فيليمون معانا على الهواء؟ ألو، مساء الخير الثاني، معاك. نقبل الأيادي يا أبونا. أديك المقبل الثاني، أخبار حضرتك عامل إيه؟ نشكر ربنا. اللي أعرفه إن قدسك ليك أحد الأقارب المخطوفين في ليبيا. ال 13 أو ال 20 تقدر تقول كلهم قرايب أساساً. هل قدسك تعرفت على أي منهم في هذه الصور؟ كلهم، بقول لك كلهم قرايب وكلهم هم بالظبط. يعني هي الصور دي حقيقيه اللي طلعها داعش النهارده؟ حقيقيه بالفعل، هم كلهم بالفعل. يعني بظهور هذه الصور اعتقد انه دلوقتي يعني زي ما قلت ان الدوله ليس امامها خيارات كثيره. ايه راي الاهالي يعني باقي اقارب المخطوفين؟ هم عايزين اولادهم يرجعوا باقصى سرعه، لان الوقت هم اصبحوا في خطر اكثر، يعني بعد كون ان يعني تنظيم ارهابي زي داعش يعلن مسؤوليته عن اختطافهم، فده اصبح يعني بيضع عبء اكبر على الخارجيه وعبء اكبر على الدوله، ان هم يعني سرعه اتخاذ القرار وبسرعه ان اولادهم يرجعوا لبلدهم يعني. ايوه. يعني احنا كنا شفنا في الايام الماضيه انه كان حصل اجتماع مع الخارجيه، وكان في وعود او بيقولوا ان هم بيبذلوا جهدهم وطمنوا الاهالي شويه، قالوا ان هم لدى القبائل. هو بالفعل هم لا، هم لدى القبائل دي طلعتها يعني مستشار من ليبي. ايوه. لكن الحكومه المصريه، انا بتواصل مع سياده السفير، ما لم يعني ما صرحش ابدا ان هو كانوا فعلا تحت يد القبائل الليبيه نهائيا. هو بالفعل قال احنا ما عندناش ادنى معلومه عن مكانهم. ايوه. يعني طبعا احنا ما صدقنا ان الصور دي طلعت. يعني الناس يمكن تطمن ان الناس دي لسه عايشه، المخطوفين اللي في ليبيا لسه عايشين، لكن دلوقتي اعتقد انه زي ما قلت ان الدوله امامها خيارين الان، اما العمل العسكري او التفاوض مع جماعه ارهابيه. احنا طبعا بنناشد المسؤولين، ودي طبعا ده طريقتهم في ان هم يجيبوهم بطريقتهم الخاصه، بس احنا بنناشدهم سرعه التدخل، يعني بلاش البطء عشان اولادنا في خطر. ايوه. بس اللي احنا بنطلب من الدوله، من الرئيس طبعا السيسي، بنطلب من وزاره الخارجيه، بنطلب من سفاره طبعا المصريه في ليبيا او السفير المصري بليبيا، سرعه التدخل واتخاذ القرار، لان دلوقتي اولادنا اصبح في خطر اكبر. فعايزين محتاجين سرعه، يعني مش عايزين بطء في القرار او بطء في اتخاذ اجراءات، لا، اولادنا انت عرفت الوقت مصدرهم فين وهم مع مين، ودلوقتي طبعا اصبحوا في خطر. ايوه. فاحنا نضمنها سلامه اولادنا طبعا في المقام الاول. بنشكر قدس ابونا فيليمون عطا، راعي كنيسه ماري جرجس من مركز الواسطه ببني سويف. هنتابع مع قدسك ومع باقي اهالي الاقباط المخطوفين تطورات هذا الموضوع. معنا أيضا أبونا توما حنا من وهو أحد أقارب المخطوفين في ليبيا. سلام النعمة يا أبونا.
سلام ونعم استاذ هاني. نقبل الايادي يا ابونا. الله يبارك فيك استاذ هاني، الله يخليك وصحتك طيب وكل المشاهدين. متشكر جدا. اللي اعرفه ايضا انه لك احد الاقارب من ضمن المجموعه المخطوفه في ليبيا. هم كلهم اولادنا طبعا. أيوه. بلا شك. ايوه كلهم أولادنا. حتى الآن الجميع تعرف عليهم والجميع أكد إن هم دولت يعني المجموعة اللي اتخطفت في ليبيا فعلا. هم فعلا بالحقيقة هم فعلا الصور دي، وأنا الصورة اللي حاليا ظاهرة على الشاشة حاليا ده أيوه. لوجا نجاتي أنيس من قرية منشية منقطين صملوط اللي هي مشهورة بالحلمية أو الجبال. أي الصورة اللي هو رقم 3 على إيدك اليمين. أي ده لوجا فعلا من أولادنا. أي والصورة دي فعلا غير الصور اللي واخدينها، احنا كنا نفتكر ان الموضوع يعني حد عامل صورة فوتوشوب وكده، لكن دي فعلا هي الصور الحقيقية بتاعتهم. واضح ان في دقن شعر اللحية. أي. نابت وشارب، وده وجود الفترة اللي هم مختطفين فيها ده أدى للوضع اللي هم عليه دلوقتي. أيوه طبعا احنا يعني الأعداد الآباء الكهنة وأقارب الأقباط المخطوفين في ليبيا وغير الأقارب أيضا اللي هم أصلا من نفس القرية ومن نفس المكان في صعيد مصر أكدوا وتعرفوا على الأقباط اللي ظهرت صورهم على مواقع داعش صباح اليوم. متشكر جدا لقدس أبونا توما حنا، وهنتابع مع قدسك. صللنا بقدسك وباقي الآباء الكهنة اللي دخلوا معانا، يمكن إن إحنا نكون اطمنا عليهم إن هم عايشين حتى الآن، لكن دلوقتي هنشوف الدولة هتتصرف إزاي. معنا أيضا أحد أقارب الأقباط المختفين أو المخطوفين في ليبيا، الأستاذ ملاك شكري. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك تعرفت على يعني قريب حضرتك المختفي في ليبيا الآن؟ كل ال 13 اللي هم من بلدنا كلهم عرفنا صورهم كلهم يعني. هم دول. هم دول يعني يمكن كلام داعش اليوم يتناقض مع كلام الخارجية المصرية في كل التصريحات اللي قالتها. يا ستك مفيش تصريحات طلعت اساسا من مفيش تصريحات اساسا. مفيش تصريحات طلعت للنهائي. ايوه. يعني كده بنتأكد مع كل الناس اللي بنتكلم معاهم، بيؤكدوا لحضراتكم وللرأي العام وللدولة أيضا إن فعلا هم دولت الأقباط المخطوفين في ليبيا. الأستاذ ملاك شكري متشكر جدا لمكالمة حضرتك، وهنتابع معاك تطورات هذا الموضوع وهنشوف تصرف الدولة في هذا الشأن الآن. معنا أيضا الأستاذ جورج لمعي من إيطاليا. مساء الخير يا أستاذ جورج. مساء الخير، أنا أبونا جورج. أبونا جورج إزاي قدسك؟ أهلا أهلا. أنا أظن صوتي معاكم ومع الناس اللي هي تعبانة ومستنين كلمة رحمة من وزارة الخارجية ومن السفير الليبي لازم نسرع، ما نستناش، هم ايدهم كده في الميه البارده، اللي سايبين الاهالي والناس تعبان واللي بيبكي واللي بيعيط واللي بيصرخ واللي ما بينامش، ده حرام. ايوه ده عذاب للاهالي، ده لازم بسرعه 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 يعملوا حاجه، مش بكره وبعده وبعد بعده. ما هم ما لهمش دوله ولا ايه؟ الشباب دول ما لهمش دوله ولا ايه؟ هي دي المشكلة يا ابونا. على الدولة ان الدولة تستنى لغاية دلوقتي. ده حرام، ده لا يرضي ربنا ولا يرضي دين ولا يرضي أي حد. لازم يتدخلوا بأسرع وقت، ده 20 شاب، 20 شاب يا ناس حرام.
ده مش كده، ما يصحش. ده في أي دولة كده بيسيبوا الناس كده لغاية ما يقفوا، وبكرة وبعده والأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده، وقاعدين ومرتاحين، والناس بتتذبح في بيوتها من العذاب وما عارفينش مصير أولادهم. لازم التدخل بسرعة لأولاد الدولة، دول ولاد ربنا ولاد الدولة. إيه ده؟ ده حرام. هو في ناس من درجة أولى وناس من درجة تانية؟ لو كان ابن السفير دلوقتي في يد داعش ما كانوش جروا كلهم ورمحوا وجابوهم، ولا حد في وزارة الخارجية. حقيقي يا بونا، ده ده حرام حقيقي. يا ناس، لازم نتبع بسرعة يجيبوا الناس دي. حرام. ده ناس سمعت عشان تاكل أهلهم تعيش وتتعذب في شغلها وتتعذب في حياتها وتتعذب حتى في يد داعش. ده ما فيش ربنا، ده فين ربنا؟ ده ربنا فين؟ في ضميرهم فين الناس اللي قاعدين مرتاحين في وزارة الخارجية ونايمين وسايبين الناس بتتعذب وتتبهدل وبتشرب المر؟ حرام يا ناس، الدولة لازم تسرع وتشوف حل. ده شعبها وده ناسها، ده هم اللي انتخبوا الرئيس وانتخبوا الوزير وانتخبوا القم. هم عايشين في مصر، مش عايشين في دولة تانية. اللي مصر ما اهتمتش بيهم، مين يهتم بيهم؟ ده صحيح. حرام، ده حرام لا يرضي ربنا ولا حد. ده عيب وكشوف على وش الكبير والصغير اللي مسؤول في مصر. دي مهزله قدام كل العالم، يتخطفوا 20 واحد ويسيبوهم كده، وبكره وبعد وتصريحات ومش تصريحات. خليكم نايمين والناس تموت مذبوحه في بلادها. ده ايه ده؟ ده مفيش ضمير. للاسف يا بونا، شكرا يا للاسف للاسف يا بونا. متشكر جدا لقدس ابونا جورج لمعي من ايطاليا، من الكنيسه الكاثوليكيه. أيضا معنا أحد أقارب المخطوفين في ليبيا، الأستاذ صموئيل سامي. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا أستاذ سامي. إزاي صحتك النهاردة؟ مساء الفل يا أستاذ سامي. يعني إحنا كنا عايزين نعرف من حضرتك إذا كنت قدرت تتعرف على أي واحد من اللي موجودين في الصور. ايوه كلهم يا فندم، 13 تبعنا، هم فعلا اشكالهم دي الحقيقيه. هي دي صورهم هم دول؟ ايوه هي دي صورهم. فاحنا مش عارفين هم اساسا رافعين الصور، مش كاتبين اي طلبات تحت الصور. لا مفيش اي طلبات، ولا الدوله معرفانا هم محتجزينهم عشان خاطر ايه. هم حتى الان مفيش اي طلبات صدرت من تنظيم داعش ليبيا او ايا كان اسمهم يعني. ايوه، وان كانت صدرت للحكومه المصريه هي مش معرفانا. يعني احنا عايزين نعرف مثلا هي واخداهم اسرى عشان خاطر ايه؟ لا الحكومه سائله ولا حد سائل. طب واحنا الوقت اهاليهم في حزن، يعني هنعمل ايه؟ يعني اعتقد دلوقتي انه بعد ما طلع هذا الكلام من تنظيم داعش او ايا كانت الجهه اللي بتدعي ان هي خطفتهم او انهم محتجزين عندها، ايضا كل يعني ابونا استفانوس شحاته من صملوط نفسها تعرف على كل الاقباط اللي موجودين صورهم مع داعش، ابونا فيليمون عطا من بني سويف ايضا تعرف عليهم، ابونا توما حنا أيضا تعرف عليهم، أهالي المخطوفين الأستاذ ملاك شكري من المجموعة الأخيرة اللي تم خطفهم تعرف عليهم، الأستاذ صموئيل سامي تعرف عليهم أيضا، أبونا جورج لمعي من الكنيسة الكاثوليكية تعرف عليهم أيضا. يعني أعتقد أنه بعد كل هذه الوقائع تم كده داعش أثبت أو أيا كان التنظيم الإرهابي الموجود في ليبيا أثبت أنه الناس دي فعلا معاه، هم دول الأقباط المخطوفين الخارجية المصرية واللي كانت بتقولوا أنها على تواصل مع القبائل وكل هذا الكلام اللي شفناه على مدى العشر أيام أو الأسبوعين اللي فاتوا لا أساس له من الصحة. لكن الآن هذا الموقف الجديد بيضع الدولة يعني أيا كان اللي خطف الأقباط في ليبيا أيا كان هدفه، هدفه يحرج النظام، هدفه يحرج الدولة،
لكن الآن الدولة أمام اختيارين، يا إما هنشوف إيه طلبات هذا التنظيم الإرهابي، يا إما هنقوم بعمل عسكري لاستعادة المواطنين المصريين من ليبيا. أعتقد أنه بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية ليلة عيد الميلاد لما قال أنه ما فيش فرق بين مسيحي ومسلم، المصريين كلهم واحد، دولت ولادنا اللي موجودين في ليبيا ودول أهلنا اللي في مصر ومنتظرين عودتهم بأي طريقة هتتصرف بيها الدولة، المهم إن هم يعودوا سالمين إلى أهاليهم. معنا أيضا مدام دولة بتحب تعمل مداخلة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. بص يا استاذ هاني، دلوقتي على الانترنت فيديو عاجل مكتوب نقلا عن الدستور، اكدت مصادر ليبيه ان تنظيم داعش الارهابي قام بتصفيه المصريين الاقباط المختطفين وعدد اخر من الليبيين بعد فشل جهود الحكومه الليبيه والمصريه في التوصل الى مكان المختطفين خلال الايام الماضيه، فيما تناقل بعض المواقع الاخباريه انباء غير دقيقه عن الافراج عنهم. ده دلوقتي الدستور قدامي خبر عادل يا استاذ هاني. الخبر عند حضرتك بيقول انه تم تصفيه المصريين الاقباط المختطفين. تم تصفياتهم حضرتك بتقولي؟ نقلا عن الدستور. يعني احنا يعني قبل ما نقول او نعرض خبر زي كده، احنا بنحاول ان احنا نتاكد اولا من مصداقيه هذه الانباء. طبعا لا احد يتمنى ان يكون هذا النبأ حقيقي، خصوصا انه من 3 ساعات بس تنظيم داعش في ليبيا اعلن انه الاقباط دولت موجودين عنده. تحب تضيفي حاجه حضرتك؟ هي نفس الصورة دي يا أستاذ هاني. أيوة. موجودة على الإنترنت، خلي حد يدخل لك على الإنترنت. إحنا بننظر فيها، إحنا بننظر فيها الآن. ماشي ماشي، شكرا. متشكر جدا لمداخلة حضرتك. يعني إحنا هنشوف إذا كانت مصداقية هذا النبأ، نرجو إنه ما يكونش صحيح، وإن يعني ما يكونش أو يكون فعلا أهالينا اللي في ليبيا بخير حتى الآن. هدفنا إننا نوصل صوت الشعب.